السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز ترسم حاجة في برنامج الوورد ممكن تروح للفايل وتقول له اوبشن، وبعد كده هتروح لكاستمايز وتختار تعمل علامة على درو لو هي مش موجودة. اوكي، تبدأ تظهر عندك الفايل بتاعت درو، فتقدر تيجي ترسم اي حاجة انت عايزها بالشكل دوت. تمام، تقدر ترسم مثلا وردة لو حابب ده تسمع انت عايزه، تقدر تمسح لو انت رسمت عن التكشي، تقدر تغير اللون وترسم اللي انت عايزه، تقدر تضيف اي نوع من انواع الالوان مثلا هايلايت، ممكن تضيف بنسل، ممكن تقول له درو كانفاس مكان ترسم فيه، وبعد كده تبدا ترسم مثلا درو اهوت وتبدا بقى ترسم بالشكل دوت. اي حاجه بره الكانفاس هي غنيها بالشكل دوت، فبيديك امكانيات حلوه ان انت ترسم على برنامج الوورد. ادوس اسكيب تبقى تقدر تعمل سيلكت على الجزء دوت او على الجزء دوت، وتقدر تسكيب هنا عشان تحدد موضوع المحاذاه بالشكل دوت.